حتى الآن ما زالت التظاهرات مستمرة في عدد من المحافظات الإيرانية ومدنها، بل إنها تتمدد إلى مدن ومناطق مختلفة لتشمل خريطة البلاد من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. الملاحظ أنه كلما طالت التظاهرات كلما تعددت المطالب وأصبحت أعلى سقفاً وأكثر حدة، فمن الاحتجاج على رفع الأسعار وتدني الخدمات وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية إلى الإحجام عن التدخل في شؤون الدول الأخرى وصرف المليارات في الحروب، لتصل في نهاية المطاف إلى إسقاط النظام وإحراق صور المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس حكومته حسن روحاني. التصعيد على الأرض ما زال حتى اللحظة سيد الموقف، بل إنه يزداد كلما تقدمت التظاهرات في البلاد عمراً. ففي ليلة الثلاثاء لوحدها تحدثت وسائل إعلام عن مقتل 9 محتجين على الأقل والحبل على الجرار، إضافة إلى اعتقال 100 شخص أيضاً. 6 من أصل 9 سقطوا في مدينة قدرجان بمحافظة أصفهان لوحدها، وهو خبر أكده التلفزيون الإيراني الرسمي عندما وصفهم بمثيري الشغب. ومع تصاعد حدة الاحتجاجات رفعت السلطات الأمنية في البلاد من سقف تهديداتها في حال استمرت التظاهرات في الشوارع، حيث قال مسؤول بالداخلية الإيرانية إن السلطات ستتعامل بصرامة مع كل أشكال العنف والفوضى، ولربما جانب الصدق بكلامه حينما قيدت وزارته استخدام تطبيقي التواصل الاجتماعي تليجرام وإنستغرام وتعطيل استخدام الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في بعض الأماكن، واتهام المحتجين بالتعامل مع الخارج ضد بلادهم، اتهام وإجراءات تنذر أن الأيام القادمة ربما تكون أسوأ.